ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجة بخير. شوف، مصر طول الوقت عندها مبدأ ثابت أصيل لا تحيد عنه، ألا وهو ايه؟ انه قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية. وانا بقول لك الكلام ده في ظل اللي حاصل النهارده من مشاركه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات او وقائع مؤتمر القدس، والمؤتمر رفيع المستوى، وزي ما حضراتكم اكيد عارفين كان منعقد في القاهره بطبيعه الحال في مقر جامعه الدول العربيه بالقاهره. شارك فيه الرئيس محمود عباس ابو مازن، رئيس فلسطين، الملك عبد الله الثاني، بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، السيد احمد ابو الغيط طبعا امين عام جامعه الدول العربيه، الى جانب عدد من الوفود رفيعه المستوى من الدول الاعضاء في الجامعه. خد بالك من جملة مهمة جدا اتكلم فيها الرئيس، أنا مش حافظ الجملة نصا، لكن الرئيس في جملته دي قال ما معناه الآتي: إن مصر مش هتسمح ورافضة أي شكل من أشكال العمل على تغيير الأوضاع في فلسطين. مصر الدولة المصرية مستمرة في جهدها المستمر والتاريخي والأصيل والقائم على المبدأ المصري في دعم أشقائنا الفلسطينيين. طيب، دعم أشقائنا الفلسطينيين عبر مواصلة العمل الحثيث نحو توحيد الصف الفلسطيني، ويمكن احنا شفنا على مدار 8 سنين داخلين في التسعة ازاي مصر اشتغلت على وحدة الصف الفلسطيني وتذويب اي شكل من اشكال الاختلافات في الرؤى او الاختلافات في وجهات النظر طول الوقت. التوافق اللي مصر اشتغلت عليه لخلق توافق وطني فلسطيني موحد. بس كده؟ لا، مصر اشتغلت بمنتهى الحماس وبمنتهى الإصرار وبجهد الحقيقة غير مسبوق. علشان ايه؟ علشان نخلق تهدئة، وعلشان نخلق او نثبت وقف اطلاق نار، وعشان نوقف التصعيد في قطاع غزة. وما تنساش ان مصر اشتغلت بمنتهى القوة، وتاني بمبدأ رئيسي واصيل، فاننا شعب واحد، اعمار القطاع. مصر اكدت في اكتر من مناسبة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 67 وفقا للمقررات الشرعية الدولية. طيب، وانه العاصمة هي القدس الشرقية. انا عايز ارجعك لسنة 2014 والخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية عند توليه مقاليد الحكم في البلاد. في اول يوم وفي اول خطاب رسمي، خطاب تولي هذه المهمة الضخمة، الرئيس اتكلم على قضيتنا المركزية فلسطين، اتكلم على الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 من اللحظة الأولى. وتكررت هذه اللحظات عشرات المرات على لسان الرئيس في كل المحافل الدولية والإقليمية. مصر تواصلت مع كل الأطراف، الأطراف الإقليمية، الأطراف الدولية، وأي طرف معني، علشان نخلق تهيئة حقيقية لمناخ، مناخ يصلح لإحياء مسار مفاوضات سليمة متوازنة ما بين الجانبين وفي أقرب فرصة ممكنة. وده كان شيء مهم جدا، الدفع للوصول إلى أقرب الفرص. على الصعيد الدبلوماسي أو الصعيد السياسي، فمصر كانت بتكثف الجهد والاتصال مع كل الأطراف اللي موجودة واللي معنية بهذه القضية، وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة، البنى على ده بتفعيل المفاوضات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، الدفع ناحية إطلاق مبادرة سياسية تساعد على تقريب وجهات النظر ما بين كلا الجانبين، زي ما كنت بقولك، علشان يبقى في عندي أرضية لإيه بقى المرة دي؟ لإجراء انتخابات. مصر حشدت كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق استجابة إنسانية فورية في الأراضي الفلسطينية
الفلسطينية الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن. وعشان كده أنا كنت بقول لك ركز في اللي قاله الرئيس، ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس العربية المحتلة. بتيجي مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر القدس، اللي بقول لك هذا المؤتمر رفيع المستوى شديد وعالي الأهمية، واللي انعقد عندنا في القاهرة بطبيعة الحال، القاهرة عاصمة العروبة، تأكيدا على الدور المصري التاريخي الداعم لحقوق الفلسطينيين. مصر وقائدها بيشتغلوا، هو مش بقدر ملحوظ، هو اللي ما يشوفش يبقى عنده بجد مشكلة، في التعاون مع كل القوى الإقليمية والدولية للدفاع عن قضيتنا المركزية فلسطين. مصر عايزة الدولة المستقلة، مصر عايزة حل الدولتين وبتزق فيه بكل قوتها السياسية، بكل زخمها السياسي والتاريخي والدبلوماسي، بتزق بكل قدرات الدولة المصرية. هستأذنك عايزين نسمع بس مقطع من كلمة الرئيس النهاردة ونرجع هنكمل الكلام. إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وستواصل من أجل هذا الهدف العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي، كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية، وسنعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة إخوتنا الفلسطينيين بغزة. السادة الحضور، أغتنم كلمتي برسالتين أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض: نعم، لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب. وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، ولأن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين. كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول: لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل. فدعونا نضعها معا موضع التنفيذ ونطوي صفحة الألم من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. طيب أنا عايز حضرتك عزيزي المشاهد وحضرتك عزيزتي المشاهدة تشوف المسار المصري اللي أقدر أوصفه لك بأنه العمود الفقري للعروبة بشكل عام، وأنه ظهر القضية المركزية الفلسطينية بشكل خاص. المسار المصري في الثمان تسع سنين اللي فاتوا دول، إزاي مصر كانت دائمة في إعلانها على لسان رئيس جمهوريتها وقائدها رئيس عبد الفتاح السيسي، مش بس في انه مصر ان فلسطين هي قضيتنا المركزية، لا، وكمان حل الدولتين على حدود 67، لا، وكمان القدس العربية القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، بس كده لا. الجهد المستمر في ايضاح هذه الصورة مش بس في مجتمعنا العربي أو في جامعة الدول العربية أو مع الدول المعنية أو كل الأشقاء وعواصم القرار في المنطقة، لا، وفي الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي أي حديث دار ما بين الرئيس وما بين أي رئيس آخر أو دولة رئيس آخر أو زعيم أو ملك إلخ إلخ إلخ، بس كده لا.
ده كمان الإصرار على الاستقرار في لحمة الفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر والعمل بجهد مذهل مدهش لم يكن أحد أن يتصور أنه اللي عملته مصر ده يتعمل. في تقريب وجهات النظر ده واحد، اتنين في تثبيت الهدنات أو وقف إطلاق النار، تلاتة في أنه تقدر توقف التصعيد، وبالمناسبة دول كبيرة في الدنيا ما عرفتش وانت عرفت، ثم جهودك في الإعمار ودعوة المجتمع العربي والمجتمع الدولي للمزيد من الإسهام سياسيا وأيضا في إعمار قطاع غزة. طيب إلى أي مدى تستطيع أنك تنظر أو تقيم القدرة المصرية اللي أقدر أقول لك عليها غير متوفرة لدى أحد آخر؟ إنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما تحدث تليفونيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين للمناقشة والشكر بالمناسبة والثناء على هذا الجهد اللي اتعمل علشان تثبيت وقف إطلاق النار، علشان تقريب وجهات النظر، عشان خلق هدوء على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هنا أقول لك خليني أخد معانا على التليفون الدكتور حمد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. سعيد بوجودي مع حضرتك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. والله يا دكتور يعني أنا مش متفاجئ من كلمات الرئيس بقدر ما أنا عندي سعادة مذهلة وفي نفس الوقت فخر حقيقي بقدرات مصر على إنها تخلق وضع فلسطيني إيجابي، ده واحد. اتنين في خطابها شديد الذكاء والمتوازن وفي نفس الوقت الواقعي في عدم محاولة أو تغيير ما يحدث على الأراضي المحتلة وفي القدس بشكل خاص. لكن أسأل دكتور حامد، كيف رأيت هذا أو هذه الجلسة اليوم، وأكثر ما لفت نظرك في كلمات فخامة الرئيس؟ طبعا يا أستاذ يوسف، لا أحد يستطيع أن يزايد على دور الدولة المصرية في دعم كافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى وقضية مصرية بامتياز. يعني لو عدنا في الزمن للخلف منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014، نجد أن أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014 كانت مؤكدة على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وبالتالي الدولة المصرية تتحرك في كل المسارات التي من شأنها العمل على حلحلة المشهد المعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وده اللي شهدناه في كافة التحركات المصرية، تحركات متزنة، تحركات حكيمة تبحث عن إيجاد حلول سلمية حقيقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية. يعني قطاع غزة تعرض لثلاثة اعتداءات متكررة منذ العام 2014 حتى عام 2022، لم تستطع قوة على وجه الأرض أن توقف هذا العدوان إلا الدولة المصرية. صح. الاعتداء الأول كان في عام 2014 وكانت الدولة المصرية حاضرة وبقوة وقادرة على صناعة يعني استراتيجية مختلفة لأن يكون هناك سلاما حقيقيا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والأخرى كانت في مايو 2021 وكيف نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار ثم تثبيت وقف إطلاق النار انتقالا إلى إعادة إعمار غزة وتقديم منحة الـ 500 مليون دولار، وده اللي انعكس بشكل كبير من أن شاهدنا صور الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية ترفع لأول مرة داخل قطاع غزة كدلالة واضحة على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية من حب لدى الشعب الفلسطيني. صحيح. ونجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار. والاعتداء الثالث كان في 2022 واستمر لمدة 3 أيام ونجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار.
وبالتالي الجهود المصرية التي أشرنا إليها دلوقتي يا أستاذ، حضرتك أشرت النقطة مهمة جدا، اتصالات من كبار الدول، اتصالات من الاتحاد الأوروبي، الرئيس الأمريكي، اتصالين متزامنين للرئيس السيسي، إشادة بدور مصر المحوري في تهدئة الاستقرار وتوصيف الأجواء في منطقة الشرق الأوسط في خلال 5 أيام فقط، ثم بعد ذلك زخم حقيقي، لم يطرق الرئيس السيسي أي محفل دولي أو أي لقاء ثنائي إلا وكانت القضية الفلسطينية هي الحاضرة، وده اللي احنا بقى بنؤكد عليه من الناحية السياسية. يعني كانت هناك القمة العربية الأمريكية والتي عقدت في الرياض، والرئيس السيسي أشار وهو كل القادة العرب أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وهذا في أول مخرجات هذه القمة. الثاني القمة العربية الصينية، وخرجت في 5 بنود، كان البند الأول منها القضية الفلسطينية وكيفية إيجاد حل عادل وشامل للدعوة للقضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القمة العربية في الجزائر، ولكن كان التحضير لها والتي أطلق عليها قمة فلسطين، وكان التحضير لها في القاهرة ما بين القاهرة وشرم الشيخ، ثم عقدت القمة في الجزائر، وهذا المؤتمر هو نتاج هذه القمة ونتاج عمل دؤوب كان قامت به الدولة المصرية للعمل على حلحلة المشهد المعقد والمرتبك، في ظل أن القضية الفلسطينية الآن كما يعلم القاسي والداني تمر بمنعطف خطير، يعني في ظل هذه الحكومة. يعني بدون أدنى مبالغة، لو إحنا شاهدنا حجم الزخم اللي شهدته القاهرة الأيام الماضية من خلال توقيع الوثيقة الدستورية السودانية داخل القاهرة، لقاء الفرقاء الليبيين على الأرض المصرية لوضع قاعدة دستورية سواء من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم مؤتمر دعم القدس، قبل ذلك استضافت القاهرة أكثر من لقاء للعمل على توحيد الفصائل الفلسطينية، وكان آخرها لقاء في مارس 2021 وجمع أكثر من 15 فصيل سياسي في محاولة لأن تجعل القاهرة المشهد الداخلي الفلسطيني أكثر انسجاما وأكثر قوة لكي يجابه التحديات المتزايدة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن مصر هي دولة مؤسسات تمتلك الكثير من المؤسسات القادرة على لعب دور متوازن في القضية الفلسطينية، وهي المخابرات العامة المصرية التي تلعب دورا محوريا رئيسيا يعني مهما جدا لتوحيد الداخل الفلسطيني والعمل على فتح مسارات تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن المفاوضات متوقفة منذ العام 2014. دبلوماسية الرئيس السيسي الذي يسعى بكل قوة إلى فتح مسارات تفاوضية مع الجانب، وهي الكلمة التي أكدت عليه اليوم من خلال سياسة مصر الثابتة والواضحة من أنه لابد من حل سياسي شامل القضية الفلسطينية، لابد من إيجاد رؤية حقيقية للعمل وفقا للاستراتيجية المصرية، وهي استراتيجية التعايش السلمي واندماج إسرائيل بشرط أن يتحقق السلام على واقع الأرض، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية في كل القضايا من خلال احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية. توابت للسياسة الخارجية المصرية هو ما سعت إليه الدولة المصرية من خلال سياسات حكيمة ورشيدة انعكست بشكل كبير على أن مصر أصبحت ليست لاعبا عربيا أو إقليميا فقط، ولكنها أصبحت لاعبا دوليا مهما في استقرار الأوضاع في العالم. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور حامد فارس المستشار السابق لدى جامعة الدول العربية. سلام مشروط، سلام مشروط بسلام كامل وحل نهائي وحل دولتين بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. فاصل ونكمل الكلام. بصراحة ربنا يديله كل الصحة، والله العظيم ثلاثة، والله والله بتكلم بجد. جامعة الدول العربية ومؤتمر إيجيبس بتاع البترول هنتكلم عنه، وبعدين سافر على دولة الإمارات الشقيقة، تاتشود. في نفس ذات اليوم الرئيس السيسي يفتتح النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي إيجيبس اللي هو إيجيبت بتروليوم شو. طيب إيه أهمية هذا المؤتمر؟ مسألة ان احنا بنعمل هذا المؤتمر للمرة السادسة او النسخة السادسة منه، ده يخلينا هنا لازم ناخد رأي اقتصادي بارز حول هذا
الموضوع. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مصطفى بدرة خبرنا الاقتصادي الكبير والبارز. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ الحمد لله ربنا يخليك. كله تمام يا رب، تكون كل حاجه عند حضرتك بخير يا دكتور. دلوقتي واحنا بنتكلم، فانا بتكلم على ان الرئيس بيفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، ويمكن دي النسخه السادسه زي ما كنا بنقول. أهمية هذا المعرض وهذا المؤتمر بالنسبة لنا إيه؟ هو ليه كذا أهمية والله. بص، في أهمية مباشرة طبعا، كل الناس هتقول لك مؤتمر للبترول، وطبعا بحضور شركات عالمية كبيرة، 41 شركة تقريبا، دي المرة السادسة يعني سادس سنة على التوالي يحضر فيها فخامة الرئيس ويكون في شركات عالمية، 32 ألف مشارك. مش عايز اقول لحضرتك بقى اهتمام اعلامي كبير جدا، وطبعا في دور بارز لمصر امام الساحه العالميه. حلو. ولكن عايز اقول لك انا على الهدف اللي هو خارج نطاق الصندوق بقى. ايوه. اللي هو عباره عن ايه؟ ان مصر اصبحت جاذبه لسياحه المعارض. ده شق. رائع. الشق الثاني ان الاعلام الغربي بيبص ان في ملتقى اقتصادي عن نشاط البترول والطاقة موجود في مصر، فبيبرز الدور المصري في العرض اللي بيعرضوه الناس لنشاط الاستثمار. الناس ال 32 ألف واحد دول جايين ليه؟ جايين علشان يشوفوا يعني فرص الاستثمار في مصر شكلها ايه؟ بيتناقشوا مع بعضهم، لأن حضرتك تعلم إن المؤتمر ده 3 أيام. هيكون في العديد من الجلسات، فيهم ناس في غاية الأهمية جايين من منظمة الأوبك ومن الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن كل الشركات العالمية اللي حضرتك تسمع عنها مسجلة في بورصات العالم كلها. حتى النهاردة في كلمة بارزة لفخامة الرئيس بيقول للكثير من الناس، اللي يهمني الاكتشافات والعمل والشغل. واخد بال حضرتك؟ اكتشافات عمل. طبعا ده اللي هيحسن من القدرات الاقتصادية داخل مصر، ده اللي هيحسن من زيادة التبادل وزيادة الأوضاع الاقتصادية ما بيننا وما بين الشركات دي. الشركات دي يا فندم مقيدة في الأسواق العالمية، لما بتنتقل العالم كله بيشوف الشركات دي رايحة لفين وبتتحدث مع مين وقد ايه قدرات الدول دي في استجابتها للتيسيرات للإنتاج. واعتقد ده كان دور بارز جدا في حديث النهارده كمان السيد الرئيس ووزير البترول. حتى كمان النهارده عنوان المعرض شمال افريقيا والبحر المتوسط، دعم امدادات الطاقه والطلب المستدام. الله. ليه؟ هتقولي طب بسمينه كده ليه؟ لان انت عارف ان في ازمه في الطاقه من بعد ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. طبعا. فعايزين يكون في امدادات مستدامة، خلاص عايزين يكون في تعاون طويل المدى، مش صفقتين ولا ثلاثة ولا. واعتقد ده ملخص يمكن للأهمية القصوى للمؤتمر والمعرض وفعالياته اللي بتنعقد بدايتها اليوم النهاردة. 6 نسخ من هذا المؤتمر وهذا المعرض انعكست، انما تعكس انه بالتأكيد هو حالة ناجحة، وإلا ما كناش كررناه 6 مرات لحد دلوقتي عقبال ما يبقوا 60. والحاجة التانية بقى هنا يا دكتور، هذا الحضور الكثيف اللي حضرتك ذكرته والمشاركة الكبيرة من كبريات الشركات التي تعمل في مجال البترول والغاز والطاقة الكبيرة جدا على مستوى العالم، هل ده أقدر أعتبره جزء من التأكيدات على مركزية مصر كمركز للطاقة والغاز في المنطقة وفي المتوسط؟ بكل تأكيد، وده اللي بيترجم كلامنا أنا وحضرتك، إن على أرض الواقع النهاردة عندك 32 ألف مشارك من أبرز رجال صناعة ونشاط وقطاع الطاقة في العالم، أكبر 41 شركة على مستوى العالم حاضرين النهاردة. كيفية التفاعل مع لقاءاتهم مع الحديث مع الرئيس وحضورهم النهاردة للمؤتمر السادس، ده بيبرز قد ايه ان مصر بتحتضن عدد من الانشطه اللي هي الصناعيه الثقيله اللي احنا النهارده بنبحث عنها. زي ما بنتكلم كده عايزين نوطن الصناعه، فبنوطن كمان قدراتنا الاقتصاديه، الاكتشافات في البترول والطاقه والغاز. وهذا الامر ليس مستبعد عنا، احنا بنتكلم لما الحمد لله اكتشفنا حقل ظهر
كان في شراكه مع شركه اني الايطاليه. صح. النهارده بقينا اكبر مركز في شرق البحر المتوسط. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور مصطفى، الى ان نلتقي باذن الله على خير. كل الشكر للدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي الكبير والمعروف. خد بالك اللي احنا كنا زمان بنستورده ب 2.5 مليار دولار باسعار اليومين دول وارد جدا انه يبقى الضعف او ثلاث اضعاف. فانت وفرت كل هذه الواردات، مش بس كده، ده انت كمان صدرت بما قيمته 8 مليار. يعني لو انت عاوز تحسبها حسبة نوعيا معقولة، فانت حققت تقريبا ما قيمته 13 مليار فروق. يعني لو قلنا الاتنين ونص مليار دول مثلا يساوي دلوقتي 5 مليار، وصدرت ب8، يبقى عندك 13 مليار دولار فرق. هنا تعرف ايه الفروق الضخمة والشاسعة بين ما سبق قديما وما بين الجمهورية الجديدة. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ خليني اقول لك انه من وجهة نظري المتواضعة جدا، واحد من اهم وافضل واعظم المشروعات اللي بتتعمل في مصر، لانه بالغ الأهمية بالمناسبة، هو المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية. وبقعد افكر احنا لو ما كناش شغالين في هذا الإطار وبهذه الطريقة كنا عملنا ايه؟ والله بتكلم بجد. طيب هسأل يمكن جزء، أو هعتبر هذا الاستفهام جزء من سؤالي بعد الترحيب بالدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا أنا آسف إن احنا بنتكلم متأخر، ونعرف إن دكتور إبراهيم ينام بدري جدا جدا. لا أنا تحت أمرك يا رب. يخليك يا فندم، ربنا يخليك. دكتور، موضوع المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية ده قصته ايه؟ ولو ما كانش اتعمل او ما كناش اشتغلنا فيه كنا وصلنا لفين؟ شوف، من الموضوعات ذات أولوية قصوى للأمن القومي المصري هو الأمن الغذائي. حلو. والحقيقة الأمن الغذائي بينقسم إلى شقين، الشق الخاص بالحبوب ومستوعبات هذه الحبوب من صوامع وهناجر وبناكر وخلافه، وده بيبقى خاص بتكوين أرصدة من السلع الاستراتيجية تصل إلى 6 شهور طبقا لتوجيه فخامة الرئيس. ده بيشمل القمح والسكر والزيت والرز وخلافه. حلو. أما الجزء الثاني فهو خاص بالسلع تامة السكر. حضرتك تعلم والسادة المشاهدين ان الحقيقة احنا لدينا 64 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية، ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين خاصة بالسلع التموينية. فبالتالي كل مواطن لديه متسع من الاختيار ما بين 31 سلعة تموينية. طيب قلنا الحبوب وما هو يتعلق بالأقماح والحبوب بيتم تخزينه في الصوامع والهناجر والبناكر. أما فيما يتعلق بالسلع النهائية فلدينا ما يقرب من 1600 مخزن على مستوى الجمهورية. طيب هل هناك فاقد وتالف من جراء التخزين والنقل والإمداد؟ نعم. فبالتالي كان توجيه فخامة الرئيس زي ما كان في المشروع القومي للصوامع أن يكون هناك مشروع قومي للسلع في شكل مخازن استراتيجية أو مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية. تم دراسة تكليف فخامة الرئيس وتم التوافق على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية لتخزين 31 سلعة على مستوى الجمهورية. وبالتالي كل مخزن أو مستودع استراتيجي يخدم ما يقرب من 4 محافظات. ده بيساعد أنك أنت حضرتك تزود في الاحتياطي الاستراتيجي من السلع تامة الصنع. فهنلاقي في المخزن أو في المستودع الاستراتيجي إزازة الزيت،
كيلو الرز، كيلو السكر، بحيث ان هذه السلع تخرج مباشرة من المخازن الاستراتيجية عند الحاجة للمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية. احنا عندنا ما يقرب من 40,000 منفذ تمويني على مستوى الجمهورية. فبالتالي الهدف الاستراتيجي من المستودعات هو زيادة حجم المخزون، تقليل الفاقد والتالف، أن يكون هناك جودة عالية في تخزين هذه السلع ويتم تداولها بأسلوب مميكن زي ما بنقول عليه state of the art technology. والجديد في هذا الأمر أن الشركاء في هذا المشروع هم القطاع الخاص، الشركات الكبرى من القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المستودعات. إذن هي شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بتصميم والاستثمار والتنفيذ والإدارة والتشغيل والتصين لهذه المستودعات، على أن تقوم الحكومة بتخزين سلعها داخل هذه المستودعات. طب ده عظيم جدا. احنا نقدر نقول ان احنا وصلنا لكام في المية من هذا المشروع؟ الحقيقة تم ترسية المشروع. المشروع الحقيقة الدراسات التي تمت على مدار العام المنصرم، المفاوضات التي جرت مع القطاع الخاص، عملية ان احنا نعمل فلترينج او تصفية للشركات اللي تقدمت، يكون لديها المعرفة والملاءة المالية، وكل شريك من هؤلاء الشركاء من القطاع الخاص هيكون لديه يعني شريك مشغل من الشركات المعلومة عالميا في إدارة وتشغيل المستودعات الاستراتيجية. احنا تم تسليم الأراضي للمطورين. المستودع الواحد عشان يبقى الناس متصورة على مساحة 10 فدان، يعني بتكلم تقريبا على ما 42,000 بالضبط، ما يتعدى 40,000 متر مربع. كل الإدارة بتاعت المخزون مميكنة، بيتم متابعة المخزون على مستوى الدولة من خلال داشبورد، بحيث يبقى عندك إيه الداخل والخارج بالنسبة لهذه البضائع الأساسية التموينية. عن حق هذا المشروع بيعتبر نقلة نوعية في زيادة المخزون من السلع الأساسية ومضاعفة هذا المخزون، تقليل الفاقد والهالك عند تخزين وتداول هذه السلع التموينية، وإن يكون القطاع الخاص هو اللي بيقوم بالاستثمار وبالإدارة والتشغيل والحكومة تقوم بالإيجار بنظام حق الانتفاع لمدة 35 سنة. لهذه لأول مرة يكون هذا المشروع بهذه الشاكلة، بنسميها Off-Take Agreement، إن القطاع الخاص هو اللي بيقوم بكل ما يتعلق بالتمويل والإنشاء والتشغيل، على أن يكون الحكومة هي المؤجر للمرة الأولى في تخزين سلع تموينية. طيب دكتور إبراهيم معلش أنا أثقل على حضرتك، بس سؤال كمان. إحنا قبل كده كنا شغالين إزاي؟ إحنا بنشتغل حضرتك زي ما ذكرت عند لأولاد الشركة القابضة للصناعات الغذائية المسؤولة عن تخزين السلع التموينية، لديها 1600 وشوية مخزن على مستوى الجمهورية. معظم هذه المخازن الحقيقة بتبقى مؤجرة، ما هيش على أقول المستوى التكنولوجي العالي، فبالتالي كان توجيه فخامة الرئيس أن يتم إنشاء كيانات عملاقة لتخزين هذه السلع في شراكة مع القطاع الخاص. كان الفاقد الهالك ممكن يصل إلى 3 و4، ومش عايز أقول وقد يصل إلى 5% من إجمالي السلع، بتصل إلى 50 مليار جنيه في السنة. فخمسين مليار لما أقول إن ممكن يكون فيها هالك وفاقد بسبب سوء التداول، فده الحقيقة مبلغ كبير للغاية طبعا. فإحنا قلنا الحقيقة طبقا لتوجيه فخامة الرئيس والدراسات التي تمت أن مصر في احتياج 7 مستودعات استراتيجية. تم التوافق على المرحلة الأولى بإجمالي 4 مستودعات استراتيجية، والحقيقة أكبر شركات في مصر هي
اللي هتقوم بالإنشاء والإدارة والتشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص الأجنبي في إدارة هذه المستودعات. يبقى المواطن هيقدر يتحصل في النهاية على سلعة ذات جودة متميزة، مش هيكون في فاقد أو هالك، وبالتالي تصل السلعة إلى الجمهور بشكل لائق متميز دون أي نوع من أقول إيه المشكلات في هذه السلعة. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، ألف شكر لحضرتك الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية. إنجاز عمله فريق بحثي في جامعة جنوب الوادي. طيب عملوا إيه؟ قدروا إن هم يحولوا، خد بالك بقى، مخلفات الأسمنت، مخلفات الأسمنت لثروة على المستوى العلمي والاقتصادي. أيوة إزاي يعني يا عم يوسف؟ يعني أنا مش هعرف أشرح لك التفاصيل، لكن قدروا يخلقوا شكل من أشكال الطفرات في بحوث إنتاج مواد نقية من المخلفات، يعني من العكس إلى العكس، من المخلفات إلى مواد نقية. معانا على التليفون الدكتورة صفاء النحاس، الأستاذ المساعد في الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي فإنا، واحدة من أعضاء هذا الفريق البحثي من العلماء المصريين. أهلا بحضرتك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله بخير، الحمد لله. يا بختنا ويا بخت مصر بعلمائها بصراحة. الله يخليك، الله يكرمك، الله يكرمك. والنبي يا دكتور صفاء، أنا راجل ماليش في العلم، أنا راجل على قد حالي، فاشرحي لي أنا والمشاهدين اللي منهم كتير أحسن مني مليون مرة وفي منهم زي حالاتي كده على قد حالنا، أنتوا عملتوا إيه بالظبط يا فندم؟ طيب أولا أنا أحب أرسل تحياتي لكل مشاهدين القناة الأولى بين جنوب الصعيد في مصر، وثانيا بحب أشكر حضرتك وفريق الإعداد على إلقاء الضوء على أهمية وربط البحث العلمي بالصناعة لمواجهة النمو الاقتصادي. خليني أقول كده ببساطة فكرة البحث في كلمتين. أيوة. إحنا يعني ببساطة كده بنقول إن إحنا حولنا مواد النفايات لمواد ذات قيمة اقتصادية، يعني زي ما بنقول بالبلدي كده بنحول الفسيخ لشربات مهلبية وحاجات حلوة مفيدة. جميل. ببساطة كده قدرنا، انت حضرتك تسمع عن اللي هو السيمنت المضاف أو خلينا نقول غبار الأسمنت. طبعا مصانع الأسمنت عندنا حوالي 18 مصنع على الأقل، وبينتج كميات كبيرة وهائلة من الويست. ده الويست ده يعني تقريبا ما بيستخدمش، فإحنا قدرنا نحوله لمادة ذات قيمة. الكيلو الواحد، الكيلو جرام منها بيكلف عالي النقاوة طبقا للموقع ألدريش وسيجما 183 ألف جنيه الكيلو الواحد. الكيلو الواحد ب 183 ألف جنيه. طيب خليني أكلم حضرتك كده بشوية يعني أرقام. طبعا اسمح لي يعني معلش. أرجوكي احنا الاحصائيات بتقول ايه؟ بتقول ان السعه الانتاجيه للاسمنت بقت في 2020 وصلنا الى 82 طن، 1000 طن، وفي 2021 مليون طن، 84 مليون طن، وان تكلفه الطن الواحد من الاسمنت بيدي فاقد حوالي 2% من الخامه الاصليه لحوالي من 54 ل 200 كيلو جرام غبار من الاسمنت. الغباره دي حضرتك كنتوا بتشوفوها كتير جنب مصانع الاسمنت، بتبقى حاجه كده ضغط جامد وبيعمل مشاكل كتيره في البيئه. ان كمان تكلفه انتاج الواحد طن من الاسمنت بيكلف وقود ما يعادل من 90 ل 110 كيلو وات. الساعه التشغيليه الواحده لمصنع الاسمنت من 35 ل 40 ميجا وات. يعني انا بتكلم في كم كبير من اهدار للمواد الخام وما استفدناش منها. فكان هنا بقى الفكره والهدف، ان احنا بقى الهدف بالنسبه لنا واضح، وهي رقم واحد الاستفاده من المخلف ده، حيث ان المخلف ده بيحتوي على 60% من الكالسيوم، يعني حاجه كده زي المحاجر بالظبط، 60% تحتوي على الكالسيوم، وقدرنا نحضرها لماده نقيه جدا بالتحاليل الكلام ده طبعا، تمام، الترا بيور، وحولناها لماده الهيدروكسي اباتايت اللي ليها استخدامات كبيره جدا وكتيرة جدا زي ما هذكرها لحضرتك في عجالة. يعني
رقم ثلاثة المادة دي قدرنا نحولها كعامل، تستخدم كعامل حفاز لإنتاج نوع من أنواع الوقود بنسميه 2 ترانس بيوتين. مش بس كده يعني، ده كان اتنشر طبعا في المجلة الإمباكت فاكتور بتاعها حوالي 5.7 والسايت كور حوالي قريبة 9.8 يعني حوالي 10 في السفير، وكان ولقى يعني الحمد لله رب العالمين نحمد الله كثيرا ان هو لقى استحسان كل الناس والإديتورز وكل المجالات العلمية. عظيم. فإحنا بقى يعني ده بقى اللي هو الغرض، اللي هو تحويل المخلفات المواد ذات قيمة لها مردود. يبقى أنا تحولت خلصت من تراكمات النفايات اللي بتهدد الصحة، اللي بتغير المناخ، اللي بتغير في المية، اللي بتقلل المادة الأولية اللي أنا بشتغل عليها المواد الخام بتاعتنا، بحمي الموارد الطبيعية، بكلف وأنتج بطريقة سهلة ومش غالية. وشوف حضرتك إن إحنا بنتكلم في 1 كيلو بيكلف قد إيه؟ 183,000 جنيه مصري. طيب لا ده سعره ولا تكلفته؟ المواد النانومترية في حجمها واللي حضرتك عشان تحصل عليها وفي نقاوة عالية، فإحنا بنستخدم تكنيكات كتيرة جدا تمام. فكل ما نزلنا الكوست بتاعتنا باستخدام المادة الأولية اللي بدأنا بيها، كل ما هينزلك الكوست أسيسمنت للمركب بتاعنا. عظيم. تمام. الأسعار دلوقتي زي ما احنا طبعا بننتج، احنا بنستخدم حتى الهيدروكس أباطايت اللي احنا حضرناه ده حاجات كتيرة تاني غير بس ككاتاليست أو كعامل حفاز. العوامل الحفازة زي ما حضرتك عارف في العمليات الصناعية 80% من العمليات الصناعية بتحتاج العامل حفاز. طبعا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا شكمان العربية عندنا تمام، كسر لي المواد يطلعها مواد. العامل الحفاز ده كده ببساطة عشان نشرحها للسادة المشاهدين، عامل زي ايه؟ 2 متخاصمين، فهو بقى واحد كده ابن حلال يمسك ايد ده ويمسك ايد ده يوفقهم سوا، تعالوا انتوا كده، اول ما يسلموا على بعض يبدا التفاعل يطلع هو بقى. طيب دكتور صفاء، يمكن هستاذن حضرتك في اسئله سريعه لاسئله البسطاء اللي زي حالاتي، اللي هي مثلا على سبيل المثال تكلفه انتاج تكلفه انتاج الكيلو كام، او تكلفه انتاج الطن؟ احنا حسبناها على على اللاب سكيل بالكيلو يعني. ماشي. احنا بنكلف حوالي، متكلم في حدود من 2000 من 2000 جنيه تقريبا، يعني من 2000 ل 3000 جنيه ده عشان نوصل لعالي النقاوه، في حين هو في سيجما ب 183,000. شوف حضرتك بتتكلم من 3000 ل 100، يعني انت بتوفر 180,000 جنيه يعني تقريبا. طيب لو انا استخدمت هذا الكيلو، او لو انا اشتريت الكيلو ده بعد ما يصبح مواد عاليه النقاء، لو انا كنت بشتريها من حته بشتريها بكام؟ 183,000 جنيه. 183، يعني ده معناه انه الطن منها ب 183 مليون. هضرب حضرتك على طول في 1000. حلو قوي. انا بقى عندي مخلفات تقدر بكم طن؟ كل المخلفات دي مثلا كام حضرتك؟ تقريبا احنا اتفقنا ان طن الاسمنت بيدي فاقد حوالي 2.5%، يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت 300 طن هتضرب على طول في 2% يديك المخلف ده. طيب هل احنا عملنا، انا عارف ان ممكن كعلماء وباحثين مش معنيين قوي بالقصه دي، لكن هل من الوارد انه يتعمل دراسه كميه؟ يعني في حاله الانتاج الكمي اقتصاديا هقدر اقول اذا كان ده مجدي اقتصاديا ولا لا، بستخدم جزء عندي او بصدر الباقي، يعني حاجات كده. عارف حضرتك الماده دي لوحدها احنا دي اول شغل اللي اشتغلناه اللي هو ككاتاليست كعامل حفاز، وكمان بيحول المادة دي لوقود تمام. فأنا كده استفدت كذا استفادة، مش استفادة واحدة. أنا حضرت الويست وبعد كده حضرت المادة دي نقية، ورقم ثلاثة استخدمتها كمادة لإنتاج الوقود البديل تمام. ده ثلاثة. وكمان ممكن نستخدمها هي نفسها المادة دي، بتدخل حضرتك في إيه مثلا؟ في الكوزموتيك، في الحاجات اللي هي كفيلر بيستخدموه للوش والكفين والكلام زي كده، بيستخدم كمواد رج للكالسيوم وهشاشة العظام، في هندسة أنسجة العظام، في معجين الأسنان، في المواد اللي بتدخل في تركيب الأدوية عشان تبقى دراج ديليفري، ترميم اللثة، زراعة الأسنان. يعني كل ده من مخلفات أسمنت بالظبط.
هو عشان احنا حملناها المادة نقية. هو احنا بننتج كم طن اسمنت تقريبا يا فندم لو عند حضرتك الرقم؟ والله بننتج كام، حوالي خليني كده ارجع اقول لحضرتك، حوالي 2021 حوالي 84.5 مليون طن في سنة 2021. 84.5 مليون، 1 2 3 4 طن. انا ايه ده 84.5؟ ده احنا كمان المادة دي هنستخدمها ان شاء الله في ازالة، في استخدام تنقية المياه الجوفية ومياه الصرف في ازالة الحديد والمنجنيز. وعلى فكرة احنا برضو ما عملنا الحمد لله رب العالمين، انا كنت بس عايزة اقول لحضرتك ان انا ده فريق كان مكون من المرحوم الاستاذ الدكتور سامح احمد حلوي استاذ الكيمياء الفيزيائيه رحمه الله عليه، وده زوجي العزيز الله يرحمه، توفى من 4 شهور في 2/9 اللي فات. وهو طبعا هو استاذ المعمل وهو صاحب الفكر يعني، وهو كان حاصل على الدكتوراه من جامعه الملكه في انجلترا. ومعانا الاخ الزميل العزيز الدكتور عادل عبد القادر استاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائيه وتخصص في الطاقه المتجدده. معانا الاخ العزيز علينا جدا الدكتور احمد ابراهيم عثمان، بيشتغل في جامعه الملكه في كليه الهندسه الكيميائيه وصاحب قناه العلم تيوب برضو في انجلترا. ومعانا ابننا الغالي دكتور محمود نصر معيد بقسم الكيمياء، وده يعتبر ابننا يعني وباحث نشيط ممتاز. وطبعا انا معاهم. وعلى فكره احنا دي مش اول مره نشتغل على المخلفات، احنا كمان نشرنا بحث محترم جدا في السيفير برضو تدوير مخلفات الالومنيوم وتحويلها لمواد الزيولايت لتنقيه المياه من عصر الميه، وبرضو بتكلفه زهيده جدا يعني الحمد لله كلها. والدكتور عادل اشتغل برضو على الداي ميثايل ايثر برضو ككاتاليست من المواد اللي هي تدوير المخلفات. فاحنا المعمل ده كله شغال اصلا على تدوير المخلفات المحيطه بينا في الجامعه، وخصوصا ان احنا عندنا في الصعيد مصانع الالومنيوم جنبنا، عندنا حوالي مصنعين اسمنت جنبنا في محافظه قنا، عندنا كمان تدوير مخلفات اشتغلنا عليها لشركه السكر وتكوين كربون عالي النقاوه بارقام جديده يعني. والحمد لله كل ده منشور في ابحاث كلها قيمة وكلها في مجلات Q1 والسيفير وعلى مستوى راقي الحمد لله رب العالمين. دي حاجة تشرف. ودكتور أنا متشرف جدا بهذه المكالمة، وابدأوا بقى كده شوفوا يا ترى هل ترى في حال الانتاج الاقتصادي دي تبقى تكلفتها عاملة ازاي لإدارة منشأة كاملة لهذا التدوير. احنا بنتكلم تقريبا بالحسبة بتاعت حضرتك حوالي 1670 طن سنوي من هذه المادة تقريبا يعني. يعني يا ميسر الحال. أنا عايزة أقول إحنا ده أملنا، إن عندنا أمل إن كل مصنع يبقى مصنع من المصانع الكبيرة، يبقى عنده مصنع كمان صغير جنبه لتدوير مخلفاته. طبعًا. وطبعًا والله البحث العلمي خير في مصر فعلًا طبعًا. يعني. طبعًا. وأنا مش عايزة أقول لحضرتك إن دي هتبقى يعني حاجة جميلة جدا نحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويبقى كل مصنع جنبه بقى أو الفريق معاه اللي هو يدور له المخلفات دي. مصنع التدوير بتاعه ليه؟ طب ما ده خسارة. خسارة كبير مطلوب طبعًا. وأنا ممكن أتقدر طبعا يعني أعمل جنبه مصنع صغير تمام، بحيث إن أنا نتمنى ذلك يعني ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله باذن الله. باذن الله كله خير. انا اشكرك جدا دكتور صفاء النحاس الاستاذ المساعد في الكيمياء الفيزيائيه بكليه العلوم بجامعه جنوب الوادي في قنا، واحده من اعضاء هذا الفريق البحثي العظيم. انت عارف كان في بشاره وكيم كان عنده فيلم حلو قوي اسمه لو كنت غني، هو بس لم يحسن استغلال الاموال لما ورث قريبه لو تفتكره يعني. فانا ساعات لما اقعد اسمع حاجات زي كده اقول ايه، لو كنت غني كنت عملت مصنع زي كده مثلا، ده مصنع يأكل ذهب والله بجد. يعني انا اشوف انه يعني يا سلام سلم لو حد من المستثمرين الكبار يتصل بهذا الفريق ويعملوا دراسات جدوى لانشاء مصنع للتدوير ويتفقوا مع مصانع الاسمنت انه يتعمل حاجه من غير اتفاق، يعني خلاص بناخد الارض جنبها ونعمل الاتفاقات بتاعتنا وناخد المخلفات ونبدا نشتغل على تدويرها. يعني ده بيزنس حلو قوي ده قوي يعني.
ومفيد، مفيد للبلد ومفيد للاقتصاد ومفيد عموما للكرة الأرضية، علشان يتقفل موضوع التلوث. وخلي بالك ده ملكيات فكرية لهذا الفريق البحثي، يعني حاجة محترمة. طيب تعال نروح على حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ تعال نروح على الطروحات الحكومية واللي اتكلم عنها الدكتور مصطفى مدبولي اللي دشنها مجلس الوزراء. القطاع الصناعي في مصر يشتغل ويستفيد ازاي من هذه الطروحات الحكومية اللي بتدشنها الحكومة واللي اعلنت عنها الحكومة؟ ده مهم جدا. بالمناسبة هنا خليني اخد معانا على التليفون الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للدراسات. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله يا فندم والله. طيب انا هحتاج منك بقى ثلاث حاجات. الاول انه انا وانا قاعد عمال اقرا هذه الطروحات لاحظت انها ليها تصنيف، يعني في حاجات هي جاهزه ومش محتاجه انه يتعمل اي شكل من اشكال التخارج، في حاجات نازله على البورصه، في حاجات حتى قال عليها الدكتور مصطفى مدبولي انها اما للطرح في اسهمها في البورصه او للمستثمر الاستراتيجي. احنا محتاجين كلنا نفهم يا دكتور ايه الحدوته دي. طيب بدايه كده احنا عندنا نوعين، يعني اللي حضرتك قلته له تقسيمتين. التقسيمه الاولى هي تقسيمه انواع التصرف الحكومه مع الشركات بتاعتها. جميل. ال 32 شركه دول الحكومه عندها ثلاث انواع من التصرفات هتشتغل عليهم. اول حاجه في قطاعات من القطاعات اللي هتشتغل فيها ال 32 شركه الحكومه ناويه تخرج منها تماما. وتخرج منها تماما يعني ايه؟ يعني عاوزه تسيبها للقطاع الخاص هو اللي يديرها، وده القطاعات دي هي القطاعات الانتاجيه الاساسيه اللي القطاع الخاص عنده قدره اكتر على انه يتكيف فيها مع الصدمات اللي بتحصل، او انه يعني لو في ازمه يقدر يعني يتجاوز، لان القطاع الخاص حضرتك عارف اكثر يعني اكثر حركيه واكثر ديناميكيه. لو حصلت مثلا يعني مثلا مصنع حديد حصل فيه ازمه في العالم، في انخفاض على الطلب في سوق المصنع، بيغير الاماكن اللي بيشتري منها الحديد الخام بتاعه، بيغير طرق النقل، بيبقى بيتحرك بسرعه جدا عشان يواجه الازمه، على عكس الحكومه اللي الموظفين فيها بياخدوا قراراتهم بالعافيه ويبقى خايف دايما من المساءله والمحاسبه، على عكس القطاع الخاص اللي بيروح للمخاطره اكتر وبالتالي بيحقق ارباح اكتر. حلو. ده اول نوع. النوع الثاني هو القطاعات اللي الحكومة عاوزة تفسح فيها مجال للقطاع الخاص، كانت شغال فيها القطاع الخاص قبل كده. والكلام ده. وهنا الحكومة عاوزة. دكتور الصوت بيقطع جامد وكلامك مهم قوي 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 قوي. أرجوك إيه نقطة تبقى الشبكة فيها يعني ما حصلتش. أنا بقول لحضرتك علشان كده الحكومة عندها الحكومة الاتجاه العام بتاعها عموما أصلا وهدفها أصلا من الطرح إن هي تمكن القطاع الخاص إن ياخد جزء أكبر من عملية التنمية. يعني الحكومة دلوقتي الفترة اللي فاتت كلها زي ما حضرتك يعني كنت متابع كانت هي اللي واخدة الدور الأكبر في عملية التنمية. دلوقتي الحكومة وصلت لإنه القطاع الخاص بيقول لها بعد اذنك كفايه اخرجي بقى من الـ من الـ من القطاعات الـ من القطاعات الانتاجيه، اخرجي من اللي يعني اللي فيها يعني نوع من انواع الاداره الافضل يخلي الانتاجيه اعلى ويخلي الربحيه اعلى، تخصصي في الحاجات اللي تقدر تسميها احسن اللي هي بنيه ومشروعات الخدمات فيها انفاق والعائد بتاعها ليه في المستقبل بشكل كبير. طيب ومن هنا فعلا عاوز دلوقتي تخرج بشكل تدريجي من القطاعات الانتاجيه وتسيبها للقطاع الخاص بحيث ان هو يديرها احسن، وفي نفس الوقت يعني يعلي الانتاجيه بتاعت الشركات بتاعت الحكومه في نفس الوقت اللي الحكومه فيه ما تتخلاش عن الملكيه. يعني انا دلوقتي راجل مثلا انا مثلا مهندس وعندي مثلا يعني مصنع ملابس. حلو. انا مش عارف ادير مصنع الملابس ده، فانا هحتفظ فيه بالملكيه واجيب واحد راجل بيفهم في صناعه الملابس يدير المصنع. جميل. الملكيه بتاعتي انا او الجزء الاكبر من الملكيه بتاعي انا
وشريكي اللي جه اخد جزء صغير من الشركة دي هو اللي هيدير الشركة. حلو. وبالتالي يبقى عملنا نوعين من الحاجات المهمة. النوع الاول انه الصديق ده هيجي يطور الانتاج بتاع المصنع ويكبره علشان هو شريك فيه. وفي نفس الوقت هيبقى الراجل بيدير بفكر القطاع الخاص وبطريقه القطاع الخاص اللي بتكسب اكتر على عكس فكر الحكومه وطريقه القطاع الحكومي اللي بقى فيه محدوديه بشكل كبير قوي في ان هي تحقق الارباح اللي بتحصل في القطاع الخاص. عظيم. طيب ازاي انا القطاع الصناعي بتاعي او الاستثمار الصناعي الخاص في مصر يقدر يستفيد من هذه الطروحات؟ وان كده اول احنا دلوقتي عندنا قطاع خاص يا اما اجنبي يا اما مصري يا اما عربي داخل ينافس القطاع الخاص بتاعنا. وبالك حضرتك كلمه منافسه دي احيانا كتير جدا بتفهم الناس انه حد جاي ياكل اكلنا او كده، لا خالص. المنافسه بتقوي الشركه. لو حضرتك متذكر في القطاع في المؤتمر الاقتصادي كانوا سالوا رئيس مجلس اداره شركه يعني احد الشركات المؤسسه على السوق اللي بتشتغل فيه يعني صناعه الملابس وكده، وقولوا له هو انت مش خايف من المنافسه لما السوق يتفتح؟ انت دلوقتي انتوا كلكم كرجال اعمال قاعدين تقولوا وسعوا يا جماعه السوق وافتحوا المنافسه وهكذا. الراجل قال لها ما يخافش من المنافسه. لا، المنافسه في حالاتها الصحيه تدفع لجوده الانتاج طول الوقت فورا وتفيد. انا الصوت بتردد عندي يا دكتور يوسف، فانا مش انا كويس الصوت بيقطع. طب انا هحاول اتصل بيك تاني يا دكتور، لانه بجد الموضوع فعلا مهم جدا والناس محتاجه تفهم، وانت تلقي ضوء على حاجات شديده الاهميه. احنا هنعود اتصال تاني بدكتور محمد شادي ارجوكم، يعني انا بس بقول لزمايلي في الاعداد لان انا عايز المواطن يفهم. لانه انا مش عاوز الكلام اللي يدور من النوعيه بتاعت ايه ده احنا مقبلين على خصخصة، على غرار الخصخصة بتاعت زمان يا هادي. لا، ده هيبيعوا الشركات ومصر مش، لا. وخد بالك من النسب بتاعت الشراكة، خد بالك تاني نسب الشراكة اللي مع الحكومة لازم تركز فيها، وده اللي هنسأل عليه الدكتور محمد شادي. ايوه دكتور محمد شادي معنا مرة تانية اهو، منورنا يا دكتور. ايوه والنبي خليك واقف في الحته الحلوه. قبل 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 ما نخرج يعني انه القطاع الخاص هيستفيد باكتر من طريقه. اول حاجه المنافسه اللي جايه اللي الناس بقى جايه تشتغل بالنو هاو بتاعها او بطريقه الشغل بتاعتها بطريقه التفكير بتاعتها وهكذا، دي اول حاجه. ثاني حاجه خد بال حضرتك انه الناس دي جزء كبير منهم هيجي من الخارج، هيضخ دولارات في السوق. ضخ الدولارات ده هيوفر عمله صعبه للقطاع الصناعي اللي شغال فعلا. هيخفف الضغط على الدولار الموجود دلوقتي، واذا خف الضغط على الدولار الموجود ده معناه ان القطاع الصناعي بطريقه غير مباشره هيقدر يدخل منتجاته بشكل هادي وبشكل سلس، على عكس الفتره اللي فاتت اللي كان عندنا فيها ضغوط على الدولار. كانت معرقله مثلا 12 مليار دولار من المنتجات واقفه في المواني المصريه مش عارفه ايه. دي تاني حاجه. تالت حاجه انه القطاع الخاص اللي هيدخل ده هيبقى بيدي للحكومه يعني نوع من انواع الضوء الاخضر ان هي تكمل في عمليه الطروحات الحكوميه، لانه اذا احنا نجحنا في هذه الطروحات ال 32 شركه دول، الحكومه فعلا صرحتهم والحكومه فعلا نفذت الطروحات دي بشكل ناجح والحكومه فعلا اخذت فيهم الاسعار اللي هي متوقعاها والناس اللي جايين دول يديروا اداروا فعلا بطريقه كويسه ونجحوا الشركات دي. الحكومه عندها عشرات الشركات، مئات الشركات اللي ينفع واللي القطاع الخاص نفسه يشترك فيها ونفسه يشتغل فيها، او نفسه الحكومه على الاقل تسيب مجال اوسع يشتغل فيه القطاع الخاص في بعض الشركات اللي يعني في بعض القطاعات اللي تشتغل فيها الحكومه. تخيل حضرتك دلوقتي انا مثلا يعني انا دلوقتي مثلا تاجر ملابس، دلوقتي مصنع مثلا المحله اللي بيتعمل الاكبر مصنع في العالم ده صحيح. ده واحد من مصانع الحكومه، واحد شركه من شركات الحكومه. تخيل حضرتك دلوقتي لو انا اخذت حصه في الشركه دي وانا تاجر ملابس بقيت انا اللي بادرها، تخيل حضرتك السوق بالنسبه لي يبقى عامل ازاي؟ عمليات الدمج والاستحواذ اللي ممكن تحصل على مصانع الحكومه وعلى شركات الحكومه بحصص، سواء بقى بحصص كبيره او حصص استراتيجيه يعني، ممكن تغير شكل القطاع الخاص في شكل القطاع الصناعي في مصر بالكامل. لانه
الحكومه عندها زي ما قلت حضرتك كده مصانع ضخمه للغايه، عندها مشروعات قويه جدا، اذا دخل فيها عنصر الاداره بشكل كويس بشكل محترف بطرق يعني القيود الحكوميه اللي دايما يعني بتقلل الانتاجيه وهكذا، ممكن نشوف تغير لشكل القطاع الصناعي في مصر بشكل تام. خد بالك حضرتك كل ما في اي من القطاعات الصناعيه كل ما ده كان داعي لمزيد من الاستثمار من الخارج والشراكات من الخارج. يعني انا مثلا دلوقتي بشتغل في قطاع الكهرباء، نجحت في قطاع الكهرباء الصبح عادي جدا، انا مثلا كان عندي شريك ماليزي الصبح جدا تلاقي شريك برازيلي جاي يشتغل في قطاع الصبح، تلاقي شريك صيني جاي كذا، لانه جو الاستثمار واحد بصرف النظر عن القطاع وبصرف النظر عن الشركه اللي انا بشتغل فيها. طيب دكتور، انا محتاج برضو ان انا افهم اكتر انا والناس، يعني احنا الطروحات اللي عملها مجلس الوزراء وكما هو معلن انا عندي شركات جاهزه دون انتظار لاجراءات تخارج زي بنك القاهره، مصر لتامينات الحياه، وشركه الحفر المصريه. السؤال يعني ايه جاهزه دون انتظار اجراء التخارج؟ لا، الشركات دي قبل كده يعني احنا، انا اقول لحضرتك بس على حاجه مهمه جدا قبل ما اجاوب على السؤال ده عشان يبقى تمهيد ليه. الطرح اللي بيحصل ده تاني طرح من نوع الحكومه بتعمله. كان في طرح قبل كده سابق في 2018 الحكومه كانت بتطرح فيه حوالي 20 شركه وكيان، يعني وال20 شركه وكيان دول كانوا اتجهزوا بشكل كامل لاجراءات الطرح. طب يعني ايه اتجهز؟ حضرتك عشان تطرح البورصه المصريه والمستثمرين اللي هيجوا يشتروا عاوزين يبقى القوائم الماليه مجهزه بشكل معين. في اجراءات افصاح لازم تعملها، في اجراءات قانونيه لازم تتخذها. الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي كانت في اطار الطرح الاول اللي حصل في 2018، وبالتالي اتجهزت اساسا كده، وبالتالي مش هندخل في الدور بتاعها او في البروسس بتاعت ان احنا نمشيها علشان نجهزها. ليه؟ لان هي كانت جاهزه للطرح قبل كده في 2018، والطرح لما حصل في 2018 كانت اول، كان حصل يعني المفروض ان هو كان يحصل على مراحل، كان حصلت اول مرحله طرح الشرقيه للدخان، وكان الطرح منها 4.5% من اسهمها، وبعد ده كان في نهايه 2018. بعد كده جينا في اوائل، انا اسف، في يونيو 2021 واتعمل الطرح الثاني، الشريحه الثانيه من الطرح الاول كانت بطرح 1.6% تقريبا لو على ما اتذكر، يعني من اي فاينانس للمدفوعات الالكترونيه. ايوه، الطرح الاول كان زي ما قلت لحضرتك كده، كان جاي ل 20 شركه، كان من الشركات اللي هتطرح بنك القاهره وبنك كان بنك القاهرة ومصر لتأمين الحياة والحفر المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، الاثنين كانوا من الشركات اللي من قصدي ملك، دول مش شركات، دول بنوك. دي شركة مصر لتأمينات الحياة شركة طبعا، لكن البنك ده بنك. فكانوا هيطرحوا وبالتالي مروا بالمراحل دي كلها، وبالتالي حاليا جاهزين الصبح ان هم ينزلوا في البورصة. وفعلا كان حصل اكتر من مرة قبل كده ان الحكومة اعلنت ان هي تحط البنك في البورصة او ان هي تطرحه على مستثمر ياخد حصة استراتيجية فيه، لكن الظروف اللي كانت حصلت بقى الاول سواء ظروف كورونا سواء جت كورونا وبعد الحرب اجلت مرتين ورا بعض ان هو يطرح، بالذات بنك القاهره ده اجهز شركه دلوقتي او اجهز كيان دلوقتي ان هو سواء يطرح في البورصه او سواء ان هو مستثمر استراتيجي ياخد فيه يعني حصص وافيه، يعني لانه كبير. طب ده كلام كده بالنسبة لي مفهوم جدا، وأظنه كده أصبح واضح لدى عموم الناس. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وأظننا هنحتاج مرة كده تنورنا ونقعد بقى نشرحها على رواقة جوه الاستوديو، ونتكلم عن الشركات أو 32 شركة اللي مطروحين من قبل مجلس الوزراء المصري. كل الشكر دكتور محمد شادي باحثنا الاقتصادي. وخلوني أروح معاكم على حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها بقى قوي يعني، من أكتر الحاجات اللي أنا أحبها وأتابعها وأشوفها واشتغلت فيها بالمناسبة، فكرة الوثائقيات، أو كما كنا نطلق عليها وإحنا صغيرين الأفلام التسجيلية. هي فكرة التوثيق في حد ذاتها عن طريق الأفلام، أو عن طريق مش بس بقى الفيلم، أو عن طريق مسلسل وثائقي، أو المسلسلات اللي بنسميها دوكيو سيريز، وفي حاجات تانية بنسميها دوكيو دراما، يعني التوثيق المباشر أو أنه يكون فيها، يعني مثلا عايز أعمل مثلا فيلم عن الإمبراطورية الرومانية، فيلم وثائقي، فهيبقى في عندي جزء سردي وبحثي جدا، وهيبقى في باحثين، لكن كمان هيبقى في عندي حد ممكن يقوم بدور يوليوس قيصر، أنا مش هجيب يوليوس قيصر دلوقتي بالمنطق.
من أبهى وأجمل الحاجات، ويمكن حضراتكم تتذكروا إن إحنا كنا من كام أسبوع كنا بنتكلم مع رئيس القناة زميلنا وصديقنا العزيز مخرجنا الرائع شريف سعيد. والنهاردة أقدر أقول لك وأنا يعني حقيقي مبسوط، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف بل وتعلن بكل فخر وبسعادة مطلقة من جانبي موعد لانطلاق القناة الوثائقية المصرية بعد 7 أيام بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ البث بإذن ربنا سبحانه وتعالى. الخطوة دي جاية إيمانا الوثائقية قريبا، عدوا 7 أيام. نقدر بقى نقول مبروك يا شريف، شريف سعيد طبعا، مبروك أحمد الدريني رئيس القطاع الوثائقي يعني عندنا في المتحدة، مبروك لينا بالمناسبة كمشاهدين، مبروك لينا كناس تعمل في هذا العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام، والمناسبة مبروك لكل المشاهدين المصريين والعرب عندما يشاهدون هذه القناة، لأنا متأكد أنها هتبقى تجربة شديدة التميز، لأنه كان عندنا التجارب التي قدمت لذلك وهي وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة على مدار 4 سنين فاتوا. يعني 4 سنين كان شريف سعيد وأحمد الدريني وفريق الشاب شغال معاهم قاعدين 4 سنين بيقدموا مجموعة من الأفلام والوثائقيات اللي كانت متميزة جدا ولفتة للنظر جدا، واللي كانت الحقيقة لاقت إعجاب شديد من الصناع هنا وبرانا، يعني جوه مصر وبره مصر. عندما يكلل هذا الجهد الحقيقة والمتحدة تقول لنا خلاص يبقى عندنا الوثائقية بتاعتنا، يبقى يا سلام، حاجة تفرح وحاجة تشرف. وبالمناسبة ده تنشيط رهيب ومذهل لصناعة الوثائقيات في مصر، وكان بالمناسبة أمل وحلم حقيقي لكل من عمل بهذا أو بهذه الصناعة. فانتظروا الوثائقية من الشركة المتحدة بإذن الله بعد 7 أيام بالتمام والكمال. فاصل ونكمل الكلام.